بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض هذا المقطع القرآني الرائع ذكر في قصة يوسف في موردين، في الآية 21 وفي الآية 56. وكذلك مكنا ليوسف الأرض، كذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى البئر وإلى الأسر وإلى الرق. وكذلك مكنا ليوسف في الآية 21، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. كذلك في الآية 56 بعد الحديث عن الأسر وبعد الحديث عفوا عن السجن، كذلك القرآن الكريم يعبر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. انظر في الآية 56 قال جعلني أو وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. في هذين الموردين من قصة يوسف الصديق نستفيد درس كبير ونعرف كيف نعالج ظاهرة الخوف من الحسد. طبعا سر قصة يوسف وأن أخوة يوسف حسدوا يوسف الصديق عليه السلام فألقوه في غيابة الجب. هذا التخوف من الحسد، طبعا الناس تخاف من الحسد، أنا محسودة، أنا محسود، أنا يعني علي عين ضربتني عين مثلا أو ضربني عين كذا. شوف هاي التعابير الناس بحيث ترتهب وترتعب من الحسد ومن الحاسد. حتى بعض الناس يعني يجعل كل مشاكله بأنه محسود، يعني فلا يسعى إلى ماذا؟ إلى أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للفشل، وإنما يجعل كل فشله وكل قصوره وتقصيره في شماعة الحسد، يعلقها على شماعة الحسد. هذه الظاهرة ظاهرة جدا خطيرة، جدا خطيرة، أننا نبرر تقصيرنا ونبرر قصورنا ونبرر أخطاءنا وعدم يعني إكمالنا لمسيرتنا وإنجاز الأعمال التي نقوم بها، نبرر ذلك كله. والله أنا محسود، أنا محسود، يعني ما عندي حظ، أنا ضربتني عين. مو دائما نسمع هذا الكلام؟ زين، إن كما قال هذا الشاعر الرائع السوداني إدريس الذي له هذه القصائد المشهورة، إدريس جماع، هذا الشاعر المبدع يقول إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا. يقول أنا حظي واقع، يعني حظي منتهي. إن حظي كدقيق، الدقيق هو الطحين، إن حظي كدقيق
فوق شوك نشروه أو نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا. كيف ينجمع هذا طحين زين نثروه على شوك وفي يوم عاصف في يوم فيه ريح رياح يقول اجمعوا هذا الطحين في ذلك في هذا الجو العاصف والذي نثروه على شوك. يقول حظي هكذا. بعد ذلك يقول صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. يعني الله شاقيني يعني شقي يعني هذا كتب علي هذا الشقاء. صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. طبعا مفاهيم خاطئة. هذه المفاهيم منتشرة طبعا في مجتمعاتنا. هذه النظرة النظرة التي تبرر التقصير وتبرر القصور بأنني محسود بأنني مضروب عين فلا يلتفت الإنسان إلى أخطائه إلى تقصيره إلى قصوره يجعل ضربة العين مبرراً لعدم عمله مبرراً لكسله مبرراً لعدم مراجعة الأسباب الحقيقية وراء تقهقره وراء تخلفه وعدم إنجازه لأعماله بصورة صحيحة. هذا ليس صحيحاً لأن الحاسد لا يستطيع أن يفعل شيئاً بالحسد. صحيح الحاسد يمكن يعمل إذا أعمل حسده. هنا القرآن الكريم حينما يقول ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد. الحاسد لا يؤثر بعينه يعني العين بحيث يحسد بالعين. حينما الإنسان يكون مستحضرا لمبادئه ومستحضرا لإيمانه لا يؤثر عليه الحسد. وإلا كل الذين يعني تفوقوا كل المتفوقين محسودون. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. كل ذي نعمة محسود طبعا. الذكي محسود المتفوق محسود الغني محسود الجميل والجميلة محسودة ومحسود صحيح. ومعقولة أني أحسد غني يحسد فقيرا لفقره أو قبيحة تحسد أو جميلة تحسد قبيحة لقبحها. ممكن الجميلة تحسد شنو تحسد امرأة قبيحة لكن لمالها مثلا أو لشهادتها الراقية مثل علمية مثلا يجوز جميلة لكنها لا تفقه شيئا فقط جمال فقط صورة. بعض النساء هكذا يعني صورة فقط زين يعني صورة بحيث تقدر تعلقها بالحائط يعني معلقة لكن ليس لديها من العلم شيئا ليس لديها من الفهم شيئا زين بعضها حتى ليس لديها من الأخلاق ربما ومعقولة يعني. فإذا الجميل يحسد لجماله العالم يحسد لعلمه الغني يحسد لغناه. فإذا المتفوق يحسد لتفوقه. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس شنو يحسدون الناس يعني يمكرون هنا بمعنى المكر بمعنى الكيد وليس بمعنى الحسد يعني العين يعني ضربة عين فقط. ومن شر حاسد والقرآن يقول من شر النفاثات في العقد صحيح. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شنو يعني حاسد إذا حسد يعني إذا حول حسده إلى مكر وإلى كيد. هناك من شر حاسد إذا حسد
يعني مو إذا نظر إلينا وهذه النظرة مؤثرة يعني وكذا، لا، وإنما إذا حسد، يعني إذا جسد هذا الحسد على شكل مكر وكيد وغيبة ونميمة وربما قتل، ربما يصل الحاسد يقتل المحسود. لكن الحاسد بالحقيقة هو يعني هو يقدم للمحسود أمور كما يقول أبو تمام رائع في قصيدته: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. تعبير جدا جميل، هذه المقطوعة الشعرية ثلاثة أبيات من أروع ما قاله الشاعر الرائع أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. العرف يعني الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة تسمى عرف. هذا العود، عود الصندل أو عود البخور، متى يعطي شذاه ومتى يعطي الرائحة الطيبة تنتشر؟ حينما يحرق. كذلك الحاسد حينما يعني يحرق المحسود، يحاول أن يحرق، وبالحقيقة يعني قاعد يعمل فضل لهذا المحسود، ولهذا المحسود عليه لا يخاف ولا يرتهب ولا يقلق، وإنما يحذر. فرق بين الحذر والقلق، أن تعيش الحذر، الخوف، خوف الحذر. فخرج منها خائفا يترقب، شوف خوف الترقب. أما خوف الكسل وخوف الرعب من الحسد، وأن تجعل كل أخطائك جراء الحسد وتقصيراتك لأنك محسود، هذا غير مقبول. ولهذا يقول: لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. أبو تمام يقول: لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة. شنو التخوف؟ يعني لولا هذا المكر، يعني وإلا يعني المكر والدهاء والكيد، طبعا لولا هذا التخوف من كيد الحاسد ومكر الحاسد وربما يؤدي إلى قتل المحسود، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. يعني هناك نعم يعني يزديها الحاسد لمن؟ إلى المحسود. هذه المفاهيم طبعا يجسدها القرآن الكريم ويدعو لها من خلال قصة يوسف الصديق عليه السلام، ليتحول هذا المكر وهذا الحسد إلى خير ليوسف عليه السلام ولمستقبله ولرقيه في مدارج الكمال في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلنا في قصة يوسف الصديق عليه السلام، انظر طبعا الأخوة حسدوا يوسف عليه السلام فألقوه في غيابة الجب. طبعا اختلف يعني درجة الحسد تختلف من أخ إلى أخ، هم 10 من الأخوة، طبعا كل واحد له درجة معينة أو كل فئة منهم لهم درجة معينة من الحسد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. شوف، إذن عندنا ثلاثة مستويات من الحسد، ثلاثة مستويات من الحسد. المستوى الأول: اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف، يعني نحن نقتله، نذبحه بأيدينا. هذا الحاسد، الحاسد يفعل ما يفعل بالمحسود، هذا معناه من شر حاسد إذا حسد. اقتلوا يوسف، هذه الدرجة القصوى من الحسد تجعلك تقتل المحسود.
وترتكب جريمة كبرى، جريمة قتل، حتى لو كان من إخوانك ومن أقاربك ومن أصدقائك وربما زوج من أزواجك، اقتلوا يوسف، هذا مستوى. أو اطرحوه أرضا، هذا مستوى ثاني. اطرحوه أرضا يعني لا نذبحه بأيدينا، وإنما نطرحه أرضا يعني بالصحراء ويموت من العطش أو من الذئاب أو من الحيوانات المفترسة، بحيث نحن لا نذبحه بأيدينا، لا نقتله بأيدينا، وإنما اطرحوه أرضا. بعد المستوى الثالث ماذا؟ المستوى الثالث، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. شوف هذا أقلهم حسدا، أقلهم وأقلهم حسدا هو الذي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، هذا أقل الحاسدين. أما الأول اقتلوا يوسف، الثاني اطرحوه أرضا، هذا لا تقتلوا يوسف ولكن شنو؟ ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. هؤلاء ظنوا، شوف هذا درس كبير لنا، لا نتصور أن كيد الحاسد سينجح وسيمر أبدا، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود، يعني هناك نعمة للحاسد على المحسود، لأن يوسف الصديق عليه السلام لو لم يحسده أخوته ولم يلقوه أو يلقوه في غيابة الجب لما وصل إلى العرش، لما وصل إلى العرش من الجب. الجب البئر المظلم، غيابة الجب كانت هي الوسيلة وهي الطريق إلى أن يصل يوسف الصديق إلى العرش. كذلك السجن، السجن المظلم هو كان طريق إلى العرش، فمن خلال البئر والسجن وصل يوسف الصديق إلى العرش. وهذا معنى قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، في موردين من سورة يوسف عليه السلام. المورد الأول كما قلنا هو مورد البئر والرق في الآية 21، تقول وشروه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، انظر، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه شنو؟ من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك إشارة لمن؟ إلى البئر وإلى الرق. شوف الإنسان عليه أن يصبر وأن يستمر مهما كان الحسد، حتى لو ألقي في غيابة الجب، الله عز وجل بصبره بتوكله بإيمانه سيكون هذا البئر سببا لوصوله إلى ما كان يحذر الأخوة أن يصل إليه، يعني المحسود. الحاسد طبعا يحاول يعرقل حياة ومسيرة المحسود، ولكن الله بيده الأمور. هذا التوكل على الله عز وجل هو درس كبير نستفيده من قصة يوسف الصديق وهذه الآية المباركة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية 21.
والله غالب على أمره. على أمره الله غالب. الناس عندها أمور، الناس تكيد، الحاسد يكيد، ولكن الله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون بأن الله غالب على أمره، وهي مشكلة، يعني حقيقة مشكلة. هنا يأتي الاستسلام للحاسد، هنا يأتي حينما يغيب هذا المفهوم والله غالب على أمره، حينما يغيب عن الناس، فإن المحسود يستسلم للحاسد، يستسلم ولا يرتقي ولا يسير في مدارج الكمال، لأنه يعني يجعل حجة: أنا محسود، أنا مضروب عين، أنا ما بي خير بعد، ما عندي حظ أبدا، وين ما أروح حظي ساقط، وين ما أروح ما عندي حظ. لماذا؟ لأن يغيب عن باله بأن الله عز وجل غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، أن الله عز وجل غالب على أمره. مهما كان الحاسد قويا، مهما كان الحاسد شديدا، ولكن كيد الحاسد سيذهب هباء منثورا حينما. ولهذا تجد مثلا في بعد ذلك في المورد الثاني، في المورد الثاني هم: وكذلك مكنا، في الآية 56: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. جاءت بعد ذلك، بعد من ذلك، إشارة إلى من؟ إشارة إلى السجن. حتى السجن كان هو الطريق إلى وصول يوسف الصديق عليه السلام إلى العرش. فالإنسان حينما يمر بمحن، بآلام، بآبار، بظلمات، بسجون، بمعتقلات، بمحن يوقعها به الحاسد، لكن الله سبحانه وتعالى سيحول كل هذه الأساليب الكيدية، يحولها إلى وسائل ارتقاء لهذا المحسود. شوف، حينما نرجع إلى السياق: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر الجنوب المحسنين. المحسن لابد أن يصل إلى ما يصبو إليه، مهما كان الأعداء، مهما كان الحاسدون، الظالمون، الجائرون، مهما عرقلوا مسيرته، فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. كل هذه المكائد تتحول إلى مصاعد، المكائد تتحول إلى سلم يصعد به الإنسان لينتقل من البئر إلى السجن ثم إلى العرش. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كذلك إشارة إلى البئر وإشارة إلى السجن. نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو. فقد خرج موسى بن عمران ليقتبس لأهله نارا فرجع نبيا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. بعد ذلك تعطي قاعدة. ما هي القاعدة؟ نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. والحمد لله رب العالمين.